يا مساء الخير والسعادة والإيجابية والتفاؤل على مشاهدين ومتابعين قناة الصحة والجمال في كل مكان وحلقة جديدة ومميزة من برنامجكم كون إيجابي مع دكتورة أميرة الفقي قبل ما أبدأ أي كلام حابة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين باقي أيام قليلة قوي ونبدأ سنة جديدة 2024 سنة جديدة من عمرنا كل ساعة أو دقيقة بنقضيها مع بعض نعمة كل حاجه حلوه او مش حلوه بتحصل لنا خير، ربنا يجعلها ايام اضافه في عمرنا ويجعلها سنه سعيده على الجميع واتمنى اننا نكون احنا الافضل، فنحن من يتغير اما هي فتزداد ارقاما فقط. النهارده حلقتنا مش حلقه عاديه، النهارده معانا سهره قويه جدا هنتكلم فيها عن الاستثمار. وكلنا عارفين ان كل يوم التضخم بيزيد وقيمه فلوسك بتقل وعشان تحافظ على قيمه فلوسك محتاج تستثمرها في مجال قوي زي مجال العقارات العقارات مش بس فرصه للنمو ده استثمار مضمون الاستثمار في العقار هو افضل طرق الاستثمار في الوقت الحالي وافضل طريقه لحفظ قيمه المدخرات من التضخم وانهيار سعر الجنيه ومن المتوقع ارتفاع سعر العقارات في مصر بنسبة 100% عايزه اقول لكم ان كل مجال ليه رواده المتميزين واللي اكتسبوا خبره وطوروا في نفسهم ومن عملهم وحبوا عملهم فعملهم حبهم وعشان المجال العقاري مجال مهم ومهم لكل شخص سواء بقى شاري او بائع او مستثمر او دي مهنته النهارده معانا سهرة مميزة وقوية جدا مع المطور والخبير العقاري والبلوجر ورئيس مجلس إدارة شركة معمار نور للتطوير العقاري والهندسة والمقاولات ومستشار عقاري لدى موقع عقار ماب المهندس أحمد محمد جادو هنجاوب على كل أسئلتكم اللي بعتوها على الصفحة وهنستني كل مداخلاتكم التليفونية ومعاكم لأي استفسار استنونا بعد الفاصل واوعوا تروحوا في أي حته. في البدايه كده عايزه اسألك ايه الهدف من صناعه محتوى هادف وايجابي على السوشيال ميديا؟ الهدف آه بكل بساطة هو يعني دعم من ناس آه تلات أشخاص دعموني طبعا مش عايزين نذكر اسمهم آه ان انا دايما بقدم استشارات في العقارات وعندي خبرة وعندي ممارسات عملية بشتري لنفسي وبشتري لغير بتاجر بستثمر بطور م. فكنت طبعا التجارب كلها كنت بسردها ولكل حد بيبدا استثمار وكنت دايما اه كنت بروج دايما يعني اقول له انت لسه ما استثمرتش في العقار ليه؟ مم. لسه ما بداتش ليه؟ اه ابدا استثمر هتنجح بتشجع حول نفسك من شخص عادي مم. لشخص مستثمر مستثمر تمام حول نفسك من شخص عادي مم. شخص ما عندوش طموح انه يدخر حتى او عايش حياته كلها في طبعاً. الرفاهية والمصاريف العادية ان انت تبقى مستثمر وعندك عقار فده كان الهدف ايجابي وان برضه كنت مريض بتجربة تجربة اخفاق وخسارة مم. فما كنتش حابب ان حد يقع في نفس التجربة دي فحبيت انقل لهم خدت النصيحة من اصدقائي والناس اللي يحبوني اتقبلنا بعد الفاصل وهرحب بضيفي باشمهندس احمد محمد جادو مطور وخبير عقاري وصانع محتوى على السوشيال ميديا ورئيس مجلس اداره شركه معمار نور للتطوير والاستثمار العقاري. اهلا بيك يا باشمهندس. يا سلام بحضرتك يا دكتوره الله شرفتنا عمليك. ونورت برنامجكم ايجابي. انا سعيد ودايما مشرفنا كده ودايما معانا على طول. ربنا يكرمك يا طيب بدايه كده احنا عندنا النهارده فقره طويله وعندنا سهره طويله وعايزين نجاوب على كل اسئله المتابعين طبعا احنا شايفين الايام دي التضخم بيزيد كل يوم وسعر الجنيه بينهار كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله ايه اخبار المجال العقاري في ظل التضخم ده هو الوعاء الامن للتضخم مم. تمام وللقيمه الشرائيه للعمله المحليه تمام لو جينا نبص من فتره بسيطه جدا من سنه ونص لو كان لما كان الـ الـ الدولار ب 15 و كان ال ألف بيعملوا حوالي مليون 570 النهارده ال ألف دولار بيعملوا حوالي في السوق الموازيه حوالي 5 مليون مم. العقار النهارده لو جينا نحسبه حافظ على القيمه الفعلية للدولار الفعل. مقابل الجنيه يعني النهاردة لو جينا كنا اشترينا عقار م. بنفس قيمة الميت ألف دولار م. تمام هنلاقيه بنفس القيمة دلوقتي وممكن تقل شوية أوه. ولكن العقار بيزداد لزيادة أسعار مواد البناء يعني الحديد كانت الاسمنت كانت سنه 750 الف دلوقتي ممكن توصل ل 2 و 3 مليون اه ده بالفعل فعلاً. فعلا فعلا, السنه ونص يعني. اللي فاتت دول حصل فيهم يعني حاجات بجد الواحد بقى يت يعني لا يتخيلها أيوة. هو في المجال هو في قلب المجال يعني بقيت أسمع أسعار مش متوقعة بجد مش متوقعها ومش متخيل حتى الزيادة الـ 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 يعني ضخمة جدا فيها أيوة يعني أيوة. أضعاف أضعاف العقار لا هو الوعاء الآمن في التضخم مم. العقار هو أكتر حاجة لو مم. اشتريناها صح هي بتدينا الامان بتدينا الحفاظ على القيمه الم... الفعليه اللي... تمام يعني اللي اشتهى شقه من كام سنه وهو دلوقتي ما شاء الله عدة. اه عدى ربنا <سؤال> <سؤال> اللي اشتهى محل واللي اشتهى مكتب واللي اشتهى حته ارض يعني ما شاء الله بالظبط بالظبط طيب احنا في اي مجال في حاجات بتبدا تشجعنا ان احنا نبدا ندخل في المجال ده او بتدينا الدفعه اللي احنا نخش في المجال ده في المجال العقاري ايه الحاجات اللي بتشجعنا ان احنا ندخل فيه؟ الأرباح بتاعته تمام آه نسبة آه يعني التدرج العالي جدا في سعر العقار مم. يعني النهارده لو اشتريت عقار بكرر تاني بسعر مثلا ألف جنيه النهارده ممكن ألاقيه بقى مليون ونص تمام ده طبعا في بعض المدن مش في كل المدن في المدن مم. الجديدة الحديثة اللي آه بيحصل فيها آه زي استثمار تمام. بسعر القسط يعني الناس بتشتري مثلا قسط بتشتري مثلا استثمار زمني مدته مثلا سنه سنتين ثلاث سنين تمام. فبيشتري بسعر ويجي بعد كده يلاقي نفسه مم. وقت ما بيخلص سداد الاقساط بتاعته كلها في نهايه المده بيلاقي السعر تزايد بشكل كبير أضعف جدا اه اضعاف كبيره جدا جدا ده في كل المدن؟ اه طبعًا ولا انا النهارده أيوه؟ في, في كل المدن الجديده مم. وكل المدن اللي فيها اللي فيها رواج اللي فيها رواج وفيها اقبال مم. من الناس عليها تمام. ودي حاجه انا يعني بقعد اكررها ما حدش يتاخر يعني انا النهارده بجد والله ابدأ. والله نصيحه ايوه مش ايوه مش أيوه كلام إن انا بقول لحد مثلا عشان افيد مجالي لا مم. ما حدش اتاخر اللي اشترى من سنه افضل من اللي هيشتري النهارده واللي اشترى من كام سنه افضل من اللي هيشتري النهارده اللي اشترى من, أفضل آه اللي اللي اشتري اشتري من شهرين افضل آه والله. من اللي هيفكر يشتري النهارده فعلا يعني حتى اسكندريه كانت الشقق فيها رخيصه يعني زمان اللي كان عايز يشتري شقه اقول لو انا اشتريت في محافظتي شقه واحده هروح اشتري في اسكندريه شقتين ده بالفعل والله كل العقار أيوة. كل العقار طيب في ناس بتبدا تستثمر في العقار ولكن بتتعرض لعمليات من النصب وبتبدا بعد كده تخاف ان هي تبدا تخش تاني تستثمر في العقار الناس دي تقول لها ايه الناس دي بدات غلط اولا اه اختيارها ما كانش مدروس اه ما كانش عندهم اليه اه اه اليات البدايه الصحيحه في اي مجال اي حاجه انت بتشتريها النهارده بتسال ايه الافضل ايه معين. افضل اه ايه افضل الناس اللي اشتري منها مم. ايه افضل استثمار تمام. انما بيبقى في ناس بتفكر ايه بالطريقه اللي هي لا انا عايز شقه انا عايز محل انا عايز إيه يعني حاجات سريعه ما يقدرش ان هو ما بيديش نفسه الوقت ان هو إيه يشتري صح تمام. لا فانا انا انا بقول اي حد بيفكر مقبل على الاستثمار العقاري مم. لازم يدرس السوق كويس جدا أيوة. لازم يعني يستعين باهل الخبره تمام. سواء مستشار عقاري صح. خبير عقاري شركه مم. عقاريه مسوقه مم. لها سمعه كويسه إيه اسالهم واسالوا ايه افضل شركه مطوره ايه افضل الاسعار استثمر في التجاري وقت. ولا استثمر في السكني مم. ولا استثمر في الاداري ولا استثمر في القطاع اعمل دراسه جدوى للموضوع بالزبط. وابدا أنا اسال الاول يعني انا احط شقه عمري او أوه. مبلغ كبير او جايل او مثلا مم. تعبت في الغربه بره فعايز احط كل استسمع. اموالي اه مم. فلازم ادرس الموضوع كويس جدا يعني تمام. مش ما مش دفع اه طبعا ما فيش في تهور يعني الموضوع ما فيش فيه تهور والمجال العقاري دايما بيثبت يا دكتوره المجال على ما بيثبت ان اللي بيدخل فيه وبيمشي صح مم. وخطواته بتبقى سليمه وصحيحه وبيستعين باهل خبرة سواء اهل المجال الممتهنين مم. او الناس اللي جربت ما هو اللي جربت دول برضو اهل الخبره. ايوه صحيح. اسالهم اسال استشير آه، انت اشتغلت ازاي بدات ازاي عملت ازاي وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لك التوفيق في يعني مم. التوفيق في ظل الظروف اللي احنا فيها اللي هو ان انت بتحاول بقدر الامكان تحافظ على مالك أيوة. بشيء يعني تاريخه وسمعته المجال العقاري او العقار تاريخه وسمعته تاريخه تاريخ جيد بيثبت ان هو فعلا الابن البار الاصل أيوه. الحاجه اللي اقدر ادخل فيها ولو اشتريتها صحيح بتحافظ لي على مالي وبتجيب لي دخل وبتبقى حاجه مفيده ليا في الزمن والأولاد دي. يعني استعين باهل الخبره طبعاً. اولا طبعاً. اسال استشير قبل طبعاً. ما طبعاً. تبدا اسال طبعاً. مجرب طبعاً. طيب انا دلوقتي حابه استثمر في العقار قدامي شقه وقدامي محل وقدامي مكتب من وجهه نظر حضرتك بقى ايه اللي هيديني ارباح عاليه لو انا حابه ان انا استثمر؟ هو هو حسب يعني حسب المنطقه اللي هتستثمر فيها تمام والمبلغ اللي معاك يعني تمام. انت انت معاك مبلغ ايه؟ انت النهارده بدايتك ايه؟ مم. وهتقدر تدفع ايه عشان ما ترهقش نفسك وعشان ما تجيش في نص المسافه إيه ما تقدرش تكمل فتخسر كتير او يرجع عليك بالشرط الجزائي أيوة. او يسحب منك العقار لا حضرتك بكون دارس كويس جدا إيه المحلات التجاريه طبعا اثبتت اثبتت مم. ان هي افضل استثمار على إيه المطلق يعني, يعني المحل أفضل. على الاطلاق يعني لو مكتب برضه ممكن هاجره مناطق مناطق يعني المنطقه اللي بتحط آه والحيز الحيز مم. إيه العمراني والسكني هو اللي بيحدد هنا المحل افضل ولا هنا يعني مثلا في المصايف والكلام ده السكني آه. آه، صح. افضل تمام, تمام. أيوة، أيوة. لو جبنا محلات كتيره جدا مم. هتيجي في في الشتاء مش هتشتغل تمام, تمام. لكن الشقه السكنيه بتجيب ممكن استغلها في الصيف في مصيف. أقدر باليوم آه. تمام وبتجيب دخل كويس جدا وفي طبعاً. ناس بتأجرها مثلا المدة الصيف بتبقى حوالي خم... من خمس لست شهور أيوة. فبتجيب دخل كويس. صح. المحل لو في مدينه مم. مثلا تجري. فيها جامعه أيوة. فيها مينا مثلا مم. آه فيها آه منطقه صناعيه آه كويس جدا هيخدم في ناس ساكنه في ناس عايشه في ناس مم. بتيجي مغتربه هتاكل هتشرب آه ب... هتجيب ملابس فعندك آه تنوع اه تنوع اه تنوع آه، وتنوع استثمارك ما تقعد يعني انا ضد ان اي حد يفكر ي... مثلا يقول لي انا هجيب شقه لابني طب ماشي آه، تمام زي الفل آه. هات شقه لابنك بس استثمارك وقف انت ممكن تحرك مالك ده واستثمارك آه، في كذا اه انا هسيبها قصدك يعني مش آه، يعني اه اه مم. انت ممكن تحرك مالك ده في كذا اتجاه يعني مم. مش لازم ان انا آه، ممكن ابدا بالتجاري تمام. تمام وبعد كده ربنا كرمني وبعت بسعر أبيوه كويس أبيوه أو أنا أيوه؟ انقل لمرحله تانية اقوى مم. انقل لمرحله تانية متنوعه ومختلفه مم. اجيب ارض ابني حرك الاستثمار بتاعي بالظبط ما يعني ما احطش نفسي في دايره واحده بس واسيبها و واسيبها واقول في الاخر ايه اشطبها واجرها مم. يعني بيبقى استث... انا بشوف ان ده استثمار ضعيف شويه هو عايز بس الانسان طيب ولكن اللي تفتيق. عنده ولكن يا دكتوره اللي عنده احتياج انا ما اقدرش اقول واحد عايز يشتري شقه اقول له لا انا مثلا عايز اشتري شقه لاولادي عندي ولدين مثلا عايز اشتري شقتين فانت قص حضرتك ان انا ممكن اشتريها في مجال. لو هم لو هم لو هم لو هم كبار ايوه لا لو هم صغيرين <applause> لا مش لا مش ما رجحش مارجح. ايوه يعني انا ممكن اشتريهم في هتسيبي مكان هتسيبي شقق بمبلغ كبير لو اجرتيهم مش هيجيب لك الدخل المناسب مم. ولكن انت ممكن مثلا تشتري محل ايوه دي تجربه يعني تجارب فعليه اه تشتري محل مثلا يدخلي دخل يدخل كل شهر إيه طبعا ما دخل اعلى من الشقه وسعره بيزيد وفي نفس الوقت انا بستفيد لما أه ربنا يكرمك واولادك يكبروا أبي بقى شقه صح كده آه <تصحك> تمام طيب احنا بنسمع عن مصطلح كده اسمه نسبه التحميل صح آه كده؟ اه تمام ايه المصطلح ده؟ هو مصطلح نسبه التحميل هو مصطلح مستحدث يعني اقدر اقول ان هو بقاله مش أكتر من خمس سنين هو ده ان انت حضرتك مثلا رايح تشتري شقه 200 متر فدخلت الشقه اتلاقيت اتلاقي الشقه مساحتها 160 متر او 170 الم... متر اه, آه. آه الفرق بيبقى كتير كده اه كبير والله <م> 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 والله ي... في شقه ده خدعوك فقالوا بقى لا 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 مش <م> مش الفكره كده في حاجات عشان ما حدش يزعل مني بس المطورين ما يزعلوش تمام آه آه في قطع اراضي دوله طرحتها بيتبنى على 50 50 يعني 50% و 50% طب هو الخمسين في 50% الباقيين دول في القطعه دي هي هيعمل بيهم ايه؟ هيحاسب عليهم مين؟ فبيحاسب عليهم أيوه. العميل. تمام. ال النقطه الثانيه ان في خدمات العميل بيستفيد بيها تمام مم. اللي بيشتري تمام زي الاسانسير زي السلم زي المناور تمام. تمام المطور العقاري او المقاول مم. بيحمل المساحه دي على العميل. دي بقى اسمها ايه يا دكتوره ده مصطلح اسمه ايه المساحه البيعيه والمساحه أيوة. الفعليه يعني ايه المساحه البيعيه المساحه البيعيه اللي انا بشتري بيها مم. اللي انا اشتريتها اللي هو انا قال لي دي شقه 200 متر وهي شقه مش 200 متر الشقه 160 متر مثل. هو محمل عليا في شركه التحمل 10% في, في شركه تتحمل 15 20 لحد 30 يعني مش نسبه ثابته اه يعني كل واحد بيشتري إيه. شقه يخصم منها 30% في المية او 20% في المية او 10% في المية. هتلاقي مساحه الشقه بتاعه حضرتك اللي هي على اللي هي الصافيه مم. بس انا بقول اي حد بيشتري ما تنخدعش في الاسعار تمام. لان في اسعار يعني بتنسق حسب المساحه مم. البيعيه تمام. فانت هتقول الشركه دي بتبيع المتر مثلا نفترض ب ألف والشركه دي بتبيعه ب 13000 ألف طب ايه الفرق, الفرق ده؟, أيوة. ده فرق جوده بس العقار ده نفس العقار ده آه صحيح. لا ده دي بقى الـ الـ يعني ايه الخداع في المساحه البيعيه والمساحه الفعليه انت حضرتك بس انا بحاول افهم معاك قصدي حضرتك ان الشركه اللي سعرها اقل ممكن تقل ممكن تكون محمله اكتر ايوه يعني الشركه اللي سعرها اعلى ممكن أوه. تكون محمله مثلا مش جوده ولا حاجه اه محمله 10% لا ممكن يكون جوده تمام تمام بس م. انا ب... ما دي برده برجع تاني يا دكتور بقول ادرس انت بتشتري ايه ادرس انت بتشتري ايه افهم انت اه وافهم كويس واستعين باهل يا الخبره وما تستخسرش في نفسك وقت بسيط تمام آه، هتوفر بيه عناء كبير جدا 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 في الخلاف في الغش طيب. في انك تشتري حاجه آه، وبعدين تفاجأ فيها بحاجه ثانيه ب... آه، طبعا خالص. طبعا في يعني في اخطاء كتيره جدا جدا مم. فالمساحه البيعيه والمساحه الفعليه دي لازم نركز فيها جدا جدا وتبقى مكتوبه في العقد مم. وحضرتك تروح تاخد خبير مساحه أيوة. وتمطر شقتك تمام مم. وطبعا بعض الشركات بتكتب تحت العجز والزياده أيوة. برضو دي فيها برضو ايه حد فاهم برده لا ما تحت العجز والزياده دي فيها برضو ايه يعني آه. بنمط بس في, في الكلام ناس ممكن ما تفهمش الكلام ده أو ما تاخدش بالها منه فاللي هي تاخد الخطوه وخلاص عايزين فهم. عايزين بقى النهارده نفهم ونشاهد الفكره كلها ولما بدات اعمل المحتوى ايه انا ايه يعني يعني اقدر اقول لك ان انا ايه وقعت في كذا فخ واتنصب عليا كذا مره أكيد. تمام مم. ايوه تمام فالنهاردة النهارده عايزين يبقى عندنا وعي ثقافي عقاري احنا بننقل خبرتنا للمشاهدين بحيث ان هم ما يقعوش في نفس ال آه يعني انا انا كل هدفي والله من المحتوى مم. ان و انت بجدد النيه دايما ان أيوه. أنا, انا يعني حتى في مجالي مم. لما باجي ابيع حاجه او بشتري حاجه او بشتري لحد حاجه مم. انا بحط نفسي مكان الشخص ده تمام كأن أنا بشتري لنفسي بالظبط فعايزين يبقى عندنا وعي وعي عقاري وعي فهم عقاري يعني ناس فاهمين دلوقتي. اه نبقى فاهمين على عقار مم. كويس جدا ايه بنستعين باهل الخبره انا مم. ما بترددش لحظه يعني ايه مم. في اني ارد على اي حد في الرسائل الخاصه او في رسائل الماسنجر ساعات بتاخر طبعا ينشغالي لانشغالي تمام بعملي ولكن انا ايه يعني في النهايه لا والله على... بيجي لي <applause> احساس كده يا دكتوره بخاف لو ما على الراجل ده هيحصل ذنبه ولا ايه ده عشان مجرب بس اه تمام طيب اي مجال من المجالات بيبقى فيه خدمات كده بتبدا تغريني او برضه تدفعني ان انا ابدا اخش في المجال ده المجال العقاري ايه الخدمات اللي بيقدمها تبدا تغري الناس ان هي تبدا تستثمر في المجال العقاري الارباح والحفاظ على القيمه الشرائيه الملك مقابل تمام. العمله الاجنبيه ايوه تمام ولو انت حبيت يبقى عندك عائد شهري تمام مم. او عائد يومي زي الشقق المفروشه ايوه برده النقطه الثانيه الحاجه المهمه جدا في العقار واللي بتبقى النقلات ان ازاي يبقى انت مثلا معاك ألف جنيه فجاه ربنا يكرمك يعني مش فجاه يعني أيوة. ربنا يكرمك وتبقى يبقوا 500 او يبقوا مليون يا تضعف. دي ما بتتحققش بتحقق في بعض الاستثمارات بس اكتر استثمارات بتحققها هو الاستثمار ده العقاري فعلا ايوه هو ثبت يعني نفسه يعني وقصص كتيره جدا مم. يعني اغنى الناس في العالم أيوة. في العالم أيوة. 80% من ثرواتها او 70% هي في من العقار بس انا حاسه ان بعد التضخمات دي العقار بدا يعني ايه يزدهر اكتر او يبان اكتر يعني في الناس كانت بتشتري الاول ممكن وهي مش مش واخده بالها، لكن دلوقتي انا فعلا ابص على شقه من سنتين والله 750 الف، دلوقتي 3 مليون. يعني حاسه ان ده ما كانش بيحصل من سنين. هو برضه حصل حصل وعي عند الناس. مم آه شركات التطوير العقاري كترت جدا. ايوه ما انا بقول آه السوشيال ميديا يعني والاعلانات يعني في لزبطات على المجال العقاري آه آه دلوقتي غير زمان. تمام يعني مثلا يعني شركات التطوير العقاري اعلانات كتيره. ايوه تمام النهارده حضرتك تبقى قاعدة كده تلاقي رقم بيكلمك سيلز بيكلمك من شركة بيشرح لك المشروع بيوص يقدر يوصل لك المعلومات كلها عبر الواتساب تمام مم. الموضوع كبر يعني الموضوع ما بقاش مثلا خد خد آه وضعه آه بالزبط عن, بالزبط عن زمان والشركات مثلاً. والشركات, والشركات بقت منسقة عن الأول مم. وليها الطورت. شكل اه وليها وليها شكل مختلف وطريقة مختلفة مم. في التسويق وفي التعامل مم. فده خلى معظم الناس اللي ما كانش حتى بيفكر يفكر يحوش حتى كان يعني عاين فلوسه في البنك وعايش أيوة. حياته وبيصرف لا فكر يستثمر يشتري يشتري أيوة. في المدن الجديده يشتري في المدن الساحليه تمام اثبت دلوقتي يعني ده ده شيء كويس يعني شيء مفيد يعني احنا ممكن في الكام سنه الاخيره دي المجال العقاري اثبت نفسه تمام, تمام. أوه طبعا. ايوه طبعا. طيب طبعا. احنا كل مجال بيبقى ليه موسم يعني في موسم ابدا اشتري وابيع فيه والكلام ده هل المجال العقاري كمان ليه موسم؟ هو كان ليه موسم. <applause> يعني كان في موسم بقى معروف يعني في كل <applause> إيه كل من يشغل مكان العقاري مم. كان عارف ان السيزون بتاعنا من اول شهر خمسه لحد شهر عشرة بتفرق المغتربين إيه كان بقى المغتربين تمام والناس بقى آه يعني آه بيبقى الصيف عندها ارباح آه السوق شغال آه في ارباح عاليه يبدا بقى يشتري يبدا يفكر في الاستثمار الناس المغتربه بتيجي من بره فكرت الصيف انما السيب. حاليا انما بس حاليا على حضرتك حاليا مم. بسبب التضخم وبسبب الشركات الكتيره جدا أيوة. وبسبب ان كل واحد خايف على ماله مم. المليون جنيه لما بيزيد قدام العمله الاجنبيه بينقص 20% 25%, 25 20 30% تمام. لا انا ايه اللي يامن لي يا اما الذهب يا اما العقار عقار. تمام الذهب الايام دي طالع برضه آه، والعقار س... طالع برضه الاثنين طالع... <applause> مع بعض العقار افضل برضه. ايوه لا فعلا فعلا هو اثبت نفسه فعلا في السنين دي طيب في في مناطق جذب يعني ممكن نقول ان المجال العقاري هل في مناطق جذب دي حاليا طبعا اه المدن الجديده كلها مم. مصر فيها مدن جديده تمام. مستحدثه وصدر لها قرار تبقى مدينه جديده مم. كل المدن الجديده استثمارها كويس تمام. وانا دايما بحب اقول ايه ما تستناش لما المدينه إيه تبدا تتعمر واستثمارها يقل أيوة أيوة. ومكسبها يقل ما هي فلوسها تزيد لا، ابدا في البشاير ابدا في الاول خالص مدينه مم. جديده لسه بدأ نشأة الدوله بتطرح فيها اراضي بتطرح فيها شقق بتطرح فيها محلات مم. اشتري واصبر اشتري واصبر أيوة. وسدد حاجه شيلها على جنب ما آه. تبصلهاش هتع... دلوقتي يعني ان شاء الله هتعمر مم. والناس هتيجي والكثافه السكانيه, السكانية بتزيد تمام. واللي عنده النهارده ربنا يبارك ثلاث اولاد اربع اولاد خمس اولاد هيجوزهم وهيعزدهم محلات أيوة. ف... وكل المتسع مم. السكاني ما بيزيد كل ما المدن الجديده دي بتنجح اكتر تمام يعني عندنا المدن الجديده مم. معظمها هتلاقي مثلا الـ الـ الشباب الجديد اللي لسه متجوز اه تمام اللي كان ساكن في القرى اللي كان مغترب وتعود على ليفل معين في العيشه آه هيجي يعيش مش هيلاقي الا المدن مم. الجديده مش هيقدر يرجع الا بنظام اللي كان عايش فيه تمام طيب دلوقتي لو من وجهه نظر حضرتك لما اجي اشتري في اسس معينه ببدا امشي عليها ولا ايه اللي انا باخده يعني المفروض اعمل ايه قبل ما اشتري؟ كل حاجه ليها اسس اكيد. انا النهارده انا النهارده لو هاجي اشتري عقار إيه بفكر انا انا شخصيا بفكر في ثلاث نقط مهمين جدا. تمام. انا هستثمر فين؟ وهستثمر ايه؟ مم. تمام؟ وايه المده الزمنيه اللي انا عايز استثمر فيها مالي ده؟ تمام. عشان ابقى عارف انا دي دراسه الجدوى بتاعتي ابقى عارف انا امتى هبدأ أنقل العقار بتاعي ده سواء أسيله مال أو أنقله لعقار تاني. لا اه أبداً. فأنا لازم أبقى عارف كويس جداً مم إيه إن أنا إيه هستثمر بكام؟ هستثمر في أنهي مدينة؟ هستثمر إيه؟ هشتري محل؟ هشتري شقة؟ مم هشتري مكتب؟ طب إيه حجم إيه حجم استثماري إيه المادي والزمني؟ يعني أنا هستثمر بكام؟ وهستثمر مدة قد إيه؟ عشان أعرف برضه أحسب أرباحي. اللي انا يعني هتنقل منها من قيمه بدفعها نفترض مثلا 100000 انا عايز مثلا مبلغ احافظ عليه من التضخم أيوه. نفس الوقت يزيد زياده اقدر بيها مالي يتنقل من قيمه لقيمه اعلى ما يقلش عادة. ايوه ما يقلش يزيد طب قول لنا واحد اثنين ثلاثه لو احنا مثلا عايزين اسس معينه للمشاهدين قول لهم في في نقاط 1 2 3 معاك الـ ها؟ أولاً أولاً لازم تبدأ تمام خد الخطوة ما تقولش بكرة تمام خد الخطوة تمام, تمام. لأن أنت كل ما و... بتتأخر لو هتبدأ كل ما القصة بتتأخر أنا أنا حتى أنا أنا دايماً بقول لو هتبدأ حتى تشتري بدروم <applause> أي حاجة آه. حط فيها بادروم تشتري بدروم معاك <applause> مقدمه سواء 20 <applause> 25 15 <applause> 30 ابدأ تمام حاليا تمام ما تست... يعني ما تستكترش على نفسك حاجة ما تـ يعني ما تخليش ال... ما تعجزش قدام الحلم وما تكسلش اه ابدأ. ابدا استثمر في بدروم استثمر مم. في شقه صغيره في شقة صغيرة. محل متر. صغير في استوديو في اي حاجه ابدا استثمر تمام حط مالك تمام في المكان الصحيح اللي هو العقار أيو. تمام آه. تاني نقطه اشتري صح ما تشتريش من اي حد لازم حد يكون سمعه كويسه مم. سمعه كويسه جدا مم. يكون في السوق بقاله باع كبير تمام ويكون برده اللوكيشن بتاعك آه لوكيشن متميز تمام. تقدر ان انت تبيع لما تحب البيع سهل آه، تبيع عشان سهل. الموقع آه، كويس مميز، تبيع مميز صح تمام طيب انا دلوقتي حاجزه شقه في شركه تطوير عقار، وليكن شقه في كومباوند مثلا وطبعا كاتب عقد والعقد ده فيه معاد للتسليم تمام تمام وبدفع اقساطي كل شهر ماشي انا كويس ما دلوقتي جه معاد التسليم والشركه ما سلمتنيش في الميعاد اللي مكتوب في العقد ادفع اقساطي ولا اعمل ستوب وقف واقول لهم لا أنتم ما التزمتوش معايا فانا مش هلتزم آه معاكم. هتدفع اقساطك انا بتكلم بصراحه. مم. لان ما فيش مطور عقاري او شركه عقاريه مم. هتديلك اي بند في العقد ان هو لو المشروع وقف توقف اقساطك اقساطك. مستحيل. ها. ولكن اقدر احط بنود. يعني انا بلتزم هم ما يلتزموش؟ انا اقدر احط بنود وشرط جزائي مم. لعدم الالتزام. تمام. لكن مفيش مطور عقاري هيقدر يقول لك لو المشروع لم يتم في الميعاد المحدد تتوقف عن دفع الاقساط طب مفيش. انا هستلم مفيش. بعد سنه عدى سنتين بص آه. آه. معظم معظم المواعيد مم. العقاريه ما ما بتسلمش بنسبه 80% ما بتسلمش في ميعادها يعني انا دايما بقول وبنصح المطور بنصح المطور العقاري إدي لنفسك مساحة أو براح كبير جدا مم. عشان إيه تحافظ بيه على سمعتك وبرضو تحط في حساباتك ودراسة الجدوى بتاعتك إيه التغيرات الاقتصادية والمناخية زي مثلا أيام كورونا أيوة إيه طف كلها طف قفت طمع قفت. طمع العقار توقف الأزمة الاقتصادية اللي إيه إيه بين الدولار وبين الجنيه تمام؟ آه. أو العملة الأجنبية وبين الجنيه المصري آه. تمام برضه دي ازمه بسعر سعر زياده المواد البناء والحديد الاسمنت مم. حتى المصنعيه مم. تمام فاد لنفسك مساحه عشان تبقى ملتزم يبقى عندك مصداقيه مع العميل انت تمام؟ بتقول ده لشركه التطوير اه لشركه التطوير تمام. وبقول دايما للمشتري آه، امن نفسك كويس جدا ما تستخسرش انك تجيب محامي آه. آه، يعمل لك البنود صح يضمن عنده خبره في العقار مم. يقدر يكتب لك العقد ويضمن لك في حقوقك معظم الشركات مم. او يراجع لك العقد اللي الشركه كاتباه يعني حتى عنده آه خبره آه يبقى معاك تمام هيعدل لك بند يدي لك مساحه لمصلحتك مساحه مساحه مم. تقدر بيها تاخد حقك وقت الخلاف تمام. فدي مهمه جدا وانت بتقسط صح تمام طيب انا دلوقتي عايز اشتري شقه قدامي شركه تطوير عقاري وقدامي مطور عقاري مباشر بتعامل مع مين؟ اه قصدي حضرتك مطور عقاري ومسوق عقاري بالظبط او آه. هو في فرق ما بين شركه التطوير وما بين المطور؟ اه طبعا اه, آه المطور الفرق المطور الاول وبعد كده قولي <applause> اتعامل مع مين؟ هو الفرق بين المطور والمسوق المسوق مم. آه العقاري آه معاه الداتا الكامله تمام ومعاه كل الشركات المطوره ده ده المسوق ده المسوق اللي بتقول آه عليه مطور عقاري آه اللي هو بي عقاري بيصوق عقاري لا اللي هو المسوق اسمه ممكن, يبقى ممكن يبقى في ممكن تبقى في شركه واحده مسوق ومطور ايه الفرق ما بين المسوق والمطور المسوق اللي هو التسويق العقاري اللي هو شركه متعاقده مع 20 30 شركه عقاريه أيوة تمام وحضرتك بتلجا له زي خبير عقاري كده بتل... بتروح له تقول له انا عايز اشتري الشقه الفلانيه عايز الافضل شركه ش... يقول لك والله دي شركه فلان شركه اسمها كذا مم. سين كذا تمام. شركه بتشتغل في السكني وكويسه وشغلها على درجه عاليه جدا من الكفاءه مم. الشركه دي بتشتغل في التجاري الشركه دي طب ايه الاميز ثلاث شركات سكنيه ايه الاميز فيهم دي الاميز في السعر وفي مم. البناء وفي الجوده ده المسوق ده المسوق تمام. انما المطور العقاري أيوة. هو الشركه اللي بتبني المشروع وطرحه المشروع مم. تمام فانت عشان النهارده تروح لشركه المطوره لازم تلف على كل الشركات المطوره ده هياخد منك جهد كبير جدا انما المسوق العقاري لو امين وصادق مم. في مهنته هيوصلك بال... ويديك المعلومه المختصره تمام مم. للشركه العقاريه اللي عندها طلبك وعندها احتياجك تمام طيب اختار مين بقى انت دلوقتي قلت لي انا ده. انا بقول لو لو هو لو العميل محدد هدفه كويس وعارف هو هيشتري ايه م. تمام ودارس السوق هيوصل من غير المسوق العقاري يعني اروح الشركة اه تمام. لو دارس كويس ده لو عنده خبره و... وفاهم لو دارس كويس واستعان باهل الخبره مم. هيوصل هيعرف يوصل للشركه المطوره تمام لو ما عندوش الخبره ونازل لسه للمسوق. وفريش هيروح للمسوق العقاري لانه يبدا يوصل للشركه وهيوفر له المنازلة. الوقت هيوفر له الوقت مم. تمام وهيدي لو عنده المهنيه العاليه والامانه العاليه مم. هيديله افضل سعر وهيدي له افضل مشروع في المدينه اللي هو بيدور فيها تمام في الاخر هنقول احنا لازم نستعين باهل الخبره الخبر. احنا هنروح فاصل ونرجع لكم تاني في البدايه كده عايزه ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل اسئلتنا يا باش مهندس دايما لما باجي اشتري شقة مش دايما لي في ليكي نسبة او حصة في الارض صح كده هل دايما ولا مش دايما مش دايما صح لا مش دايما ازاي دايما يعني في كل شقة بشتريها بيبقى ليها نسبة حصة في الارض تمام الا الحاجات اللي هي حق انتفاع للدولة بيعها للمطور العقاري مم. حق انتفاع لمده 50 سنه او 100 سنه. تمام, تمام؟ لكن دي اي مليش حد مليش حصة اي بي. حد بيشتري مم. عقار لازم يكون له حصه تمام؟ حصه في الارض حصه في الارض اللي هو بيسموها حصه او مشاع. تمام, تمام؟ بتتحسب يعني باختصار كده لو انت بتشتري مثلا عماره فيها 10 شقق أيوة. تمام احسب ال 10 شقق واحسب مساحاتهم تمام واحسب من نسبتك هتبقى من 20 ل 30%. من المساحه اللي انت شاريها من, من 20, 20 ل 30% في المائة. في المائة. المحلات والمكاتب بتختلف آه. ممكن المحلات تبقى من 10 تمام ل 20% تمام. من المساحه اللي انت شاريها لو شاري مثلا 100 متر محل مثلا أيوه. ممكن يبقى الحصه بتاعتك في الارض 10 متر او 20 متر او 25 متر طبعي. تمام, تمام. الشقه ممكن تبقى لو 100 متر مثلا يبقى حضرتك عندك من 20 ل 30 متر حصه في الارض مش... المساحات الكبيره المساحات الكبيره زي المولات آه طبعا بيقسموا حسب سعر الوحده اللي يبيعها سواء مم. مكتب اداري او سكني او اه طبعا لان يعني طبعا المحل سعر متر المحل قيمته اعلى من المكتب وقيمته اعلى من الشقه السكنيه اه محل التجاري اه طبعا فهي بتتحسب النسبه حسب ما حدش يقدر يحسبها لك الا يعني خبير مساحه يعني او خبير عقاري برضه لازم بس تروح لحد لازم يكون ليك حصه مم. في العقار اللي انت بتشتريه تمام طيب احنا وصلنا دلوقتي لفقره الاجراءات في عقد البيع والشراء طيب. يعني ع... ع... عايز ابدا اجراءاتي سواء انا عايز اشتري او عايز ابيع اولا دايما بكررها لابد من الاستعانه بمستشار قانوني تمام طيب. ممتهن ده وخبير واحد. في المجال العقاري طيب. دي واحد مم. تاني حاجه ان انا إيه لو انا ببيع انا بدي للمشتري كل الحقوق له مم. ما بحتفص بنفسي لاي حاجه انت انت بعت هالشيء ده محتاج منه حاجه؟ مم. تمام دي مم. امانه خلاص انت محتاج منه حاجه؟ ادي له كل الاوراق واكتب له كل حقوقه وكل ماله حتى بص حضرتك يعني اقل مم. الاشياء مم. تمام لو انت بتبيع اصول الورق براجعها تمام؟ أيوة. تسلسل الملكيه براجعه تمام؟ ده وانا بشتري؟ وانا بشتري تمام وانا بشتري مم. تمام؟ مفيش ورقه تبقى ناقصه ولا توكيل يبقى ناقص، بشتري في مدينه جديده بروح اسال في الجهاز التابع لسواء للشقه او مم. الوحده العقاريه اللي انا بشتريها تمام تمام؟ آه ما كسلش. تمام ولا اتخاذل آه مع نفسي في الاجراءات دي مم. لازم اسال كويس جدا تمام؟ واعرف العقار ده ايه وكان اصله ايه وهل عليه مخالفات ولا لا وهل عليه غرامات ولا لا لأنه ممكن يبقى عليه غرامات وموقوف ايوه تمام, تمام. إيه وبعد كده ابدا ابدا عمليه الشراء بقى الموطأ. افند تمام والعقود العقد والبنود اراجع بند بند تمام, تمام؟ ويعني لازم يكون معايا محامي او خبير عقاري أيوة. لازم اكون عارف كل بند لان في بنود بتبقى فخوخ مش يعني فخ مش واضحه أيوة. بند لا بند فخ أه مش فهمها. وفي بنود متشابهه وفي بنود متشابهه وفي بنود تفسخ العقد اللي هو البند الفاسخ للعقد يحط لك مم. بند كده يفسخ لك العقد لا هو العقد يعني اتفاق ما بين طرفين تمام في بنود والتزامات معينه <applause> هو ياخد حقه وأنا آخد حقي عشان وقت الخلاف تمام كل الكلام الجميل اللي في الأول بيتغير تمام وكل الوعود والاتفاقات في وقت الخلاف أو وقت مثلا أزمة, أزمة اقتصادية أو حاجة هاي هاي يعني هنزعل من بعض فأمن حقك كويس جدا جدا وبنصح تاني إن لازم تستعين <applause> بمحامي كويس تمام طيب تمام طيب، طيب، احنا معانا مداخلة تلفونية معانا خلود من القاهرة اتفضلي اهلا بحضرتك اهلا بيكي آه، بس انا عايز عايزه اسال على الشؤال اللي ما في الاعلانات اللي قبل كده ينفع بقى اقدم عليها تاني؟ هو آه، الصوت آه، عايز يعلى شويه؟ أنا سامحها سامحها طب سامحها يا باشمهندس هو هي بتقول الشؤون اللي ما تخصصتش في يعني هي قدمت صح يا غلط ايوه انا قدمت ومجالكي اه لو لو انت حضرتك لو فلوسك لسه في بنك الاسكان والتعمير هيبقى ليكي فرصه ان انت تقدمي في المرحله اللي جايه تمام؟, تمام فدي هتبقى افضل ليكي فسيبي فلوسك تمام وقدمي في المرحله اللي جايه هتبقي ليكي الاولويه في الحصول على الشقه او الوحده اللي انت مقدمها طبعاً. أنا أقدم لا لو حضرتك حضرتك بتقولي انت مقدمه تمام؟ ايوه انا اصلا مقدمه سيبي فلوسك سيبي فلوسك في البنك واول طرح تابعي على اللينك بتاع وزاره التعمير والاسكان اول طرح تمام كده كده اوريدي انت هيبقى ليكي اولويه الحجز واولويه ان انت هتبقي في اولويه الناس اللي بتقدم شكرا يا خلود الباشمهندس هيرد عليكي حالا تمام اتفضل انا رضيت عليها خلاص فضلت. فضلت. طيب هي قالت ايه لو لو هي بتقول فلوسها هي موجودة. هي كانت مقدمه تمام عشان يتخصص لها شقه تمام وما جاتلهاش تمام فهي هتصبر الفلوس بتاعتها في في البنك تمام هتصبر للمرحله اللي جايه تمام. تمام هي هيبقى ليها الاولويه في الحجز البنك الاسكان والتعمير بيديها الاولويه في الحجز تمام. فتسيب فلوسها وهتاخد الفرصه بتاعتها طب في طب لو فلوسها مش موجوده هتبدا تقدم من جديد إيه دايما بقول تابعوا إيه اللينك بتاع وزاره التعمير والاسكان مم. تمام التقديمات والطروحات سواء شقق سواء اراضي تمام سواء محلات مم. إيه نتابع نتابعها ايه نتابعها على طول نتابعها على الموقع او بنتابع المواقع اللي بتدي الشرح التفصيلي للتقديمات لان الموضوع ده السؤال ده انا مساله كتير جدا مم. في تقديمات نازله في حاجه الدوله هتطرحها الفتره اللي جايه طب ما احنا يا جماعه يعني الافضل ان انا اقول لك اعلمك ازاي تعرف الدوله بتقدم امتى والطروحات والمعاد طبعا ده بيظهر في في المواقع كلها اللي مهتمه بالتقديمات ايوه وتاني نقطه تخش على موقع الاسكان والتعمير هتلاقي يوميا ما دام انت مهتم يوميا قدم بقى, بقى نتابع. آه, اه طبعا كل واحد يقدم بالسعة الماليه اللي هو يقدر يستطيع بيها انه يحصل على إش العقار الوحده العقاريه اللي هو محتاجها تمام انا بشكرك جدا آه شرفتنا ونورت البرنامج ربناك كون ربناك ايجابي ربناك. واحنا بنقدم لك هديه من قناه الصحه والجمال درع التميز والابداع ويا رب دايما كده نشوفك باحسن حال الله يكرمك شكرا جدا اعزائي المشاهدين بشكركم جدا على المتابعه ولكن فقرتنا فقراتنا ما خلصتش لسه معانا فقرات ايه Daniel ist der nune bad